يعني اوكي انه حصل اعتداء على اللاعبين الجزائريين لدى وصولهم للقاهره، وهذا خطأ يجب الاعتراف به، وهناك من يعني ينتقد محقا الحكومه المصريه لانها تعاملت معه باسلوب غير صحيح. ولكن انه يحصل اعتداءات على اناس امنين مصريين امنين يعملون في بلدهم الثاني الجزائر ويطاردون وتحرق مقارهم، ثم اعتداءات على مصريين أيضا بعد انتهاء المباراة وبعد وصول الجزائر للمونديال، هذا لا يستطيع أن يفهمه المصريون، ويعتبرون كما قلت أن هذا يعني دول ناس يعني بس استخدموا الكورة للكشف عما يعني عن الغل والحقد تجاه المصريين. ماذا تقول لهم؟ أقول لهم لازم أن تسألوا أنفسكم، لازم تطرحوا السؤال، لماذا يكون الجزائريين حقد للمصريين؟ لماذا يكون هناك بغض للمصريين؟ بالعكس. طب كيف فسروا؟ بالعكس لا يمكن. ما هذا الذي أنا أقول. أعطيهم تفسير آخر. يعني. التفسير هو هذا. التفسير لدينا في الجزائر عصابة حاكمة استولت على الحكم بالقوة وبالمدافع وبالقنابل. قتلت الجزائريين قبل أن يحدث شيء للمصريين. يعني قتل 200,000 جزائري بسبب العصابة الحاكمة في الجزائر. وهذه العصابة تذبح الجزائريين يوميا. هذه العصابة لا تسمح للجزائريين بالتظاهر، وهناك حالة طوارئ منذ 18 سنة. هذه العصابة لا تسمح، الآن عندنا مظاهرات للنقابات في الجزائر، نقابات التعليم، نقابات الصحة، يضربون يوميا، يعتقلون يوميا، يسحبون في الشوارع. الجزائر دولة أمنية في أكثر من مليون مسلح مع الحكومة، ما بين مخابرات وجيش وشرطة وجندار. يعني رأيك لو كانت المباراة مع السودان أو أي بلد عربي أو أفريقي كان كان نفس الشيء على مصالح السودان أو مصالح لأن اللي اعتدوا مش جزائريين بالمعنى الشعبي، اللي اعتدوا هم أجهزة تابعة لأجهزة أمنية مسخرة. يعني لذلك صور موجودة آلاف الجزائريين يحاصرون مقرات الأمن ومقرات أوراسكوم ومقرات مقاولون العرب وكل الشركات. الشرطة سمحت بذلك، المخابرات سمحت بذلك، المخابرات الجزائرية بتحكم البلد بقبضة من حديد. أنا قلت لك قتلوا 200,000 يعني سمحت بذلك ولكنها لم تقم به. لا يعني هؤلاء الناس أرادوا أن يحرقوا المصالح المصرية وأرادوا أن يهاجموا المصريين. هم الأمن تقاعس، هذا موضوع آخر، ولكن لا لم يتقاعس رغبة الأمن. شعبية لا. في أن يحرقوا المصالح الأمن المصرية. لم يتقاعس، المخابرات الجزائرية لم تتقاعس. المخابرات الجزائرية رسمت خطة تواطأت، رسمت خطة وأوكلت، ليس التواطؤ. المخابرات الجزائرية تحكم البلد بقبضة من حديد، هي التي توزع الأدوار. وزعت الأدوار على جرائد مشبوهة، جريدة الشروق هذه وجريدة النهار ومجموعة جرائد، ولكن خاصة الشروق والنهار وهي تتبعها هذه الجرائد، تتبعها تبعية كاملة. وزعت دور على المسبوقين قضائيا وأطلقتهم بعضهم من السجون، وزعت دور ونفخت. ثم هناك نحن لا ننسى أن هناك مستوى تعليمي ضحل في الجزائر، في مصر مستوى الوعي مغيب. يعني هذه الأنظمة، أنتم لديكم مبارك 28 سنة حالة طوارئ استولت فيها العصابات على مصر بأتم معنى الكلمة، ولدينا في الجزائر 18 سنة حالة طوارئ واستولت فيها العصابات بأتم معنى الكلمة. حولت أنظار الناس إلى أعداء وهميين، صنعت العدو الوهمي، صنعت العدو المزيف، لكي بدل ما ينتبه الناس إلى أن مآسيهم بؤسهم. يعني عندكم ملايين يعيشون في المقابر، عندنا ملايين يعيشون في ظروف صعبة. أن الموضوع ليس أن هناك يعني حقد، الموضوع أن أبدا إرادة سياسية. بس أريد أن أضيف شيء، هناك أخوة حقيقية يكونها الجزائريين لكل إخوانهم العرب، بل لكل إخوان المسلمين. لماذا حتى البشر؟ يعني إحنا ما لناش عدو إلا من اعتدى عليك، ولكن هذا التوظيف وهذا للأسف نسمع غير هذا تماما. بالعكس يقال أن الموضوع هو أنه ما هو الموضوع؟ ما هي الخلفية التاريخية؟ لماذا؟ إحنا أنت قلت يعني هكون محامي الشيطان، يجب أن ننقل ما يقوله الجانبان. ما يقال في مصر أن الموضوع، وأنت يسري أكيد سمعت هذا الكلام، أنه الحقد ليس على مصر فقط ولكن على كل العرب وخاصة مصر، لأن هي يعني لها مكانة خاصة في العالم العربي، وهنا موضوع عنصري يعني أنه عربي وأمازيغ وما هذا. هذا الكلام موجود في الإنترنت وموجود في صحف للأسف، وموجود حتى لكن نحن في الجزائر في فضائيات. هذا الكلام يقال ولا يمكن أن نتجاهله. نحن في الجزائر عرب وأمازيغ ونعتز بذلك، لكن نحن قبل ذلك وبعد ذلك نحن مسلمين ونحن إخوة، ونحن نحمل قبل كل شيء. يعني الجزائريين حاربوا مع المصريين في 67، حاربوا مع المصريين في 73، والمصريين ساعدوا الثورة الجزائرية في الخمسينات. يعني أي جاهلية صحيح. وصلنا إليها وأي عصبية وصلنا يسري إليها. إذا ركزنا على الإعلام المصري بصراحة، يعني مثلا النهاردة خلينا نشوف ده عدد الأهرام يوم الخميس،
يعني المنشط الرئيسي: الجماهير تترقب تأهل مصر إلى المونديال وحالة غير مسبوقة من التشجيع والمساندة للمنتخب. هذا منشط رئيسي على 8 عمود، يعني أنت صحفي وأنا صحفي، يعني لما أنت تقعد تحشد الناس في اتجاه واحد أنه إحنا هنفوز هنفوز ولا يوجد أي خيار آخر، يعني ما معنى هذا من ناحية الإعلامية؟ ما هو الهدف من وراء هذا؟ إذا تذكرت نكسة 67 جرى تصعيد المشاعر المصرية للقمة، إلى القمة، أن إحنا سندخل تل أبيب غدا. وأيضا حصلت نكسة عنيفة والناس قالها إحباط استمر وما زال حتى الآن. فالمعركة الإعلامية تم إدارتها بهذا الوهج المخيف والمزيف، شحن الناس كأن دي معركة مصرية. ده على الجانب الرسمي. ماذا عن الجانب غير الرسمي؟ أنا بس أتذكر يعني مثلا الفضائيات الخاصة، هي فلان وعلان والكلام اللي طلع، أن واحد مثلا مذيع محترم يطلع يقول لك احنا اللي الجزائريين اللي هيتكلم على مصر هنفرمه، وحاجات ألفاظ يعني. ده امبارح شفت داعية ديني بيطالب أن مصر تخرج من الأمة العربية خالص وتنتمي لأوروبا. كيف يمكن السماح لهذه الآراء؟ أنا أقول أن أنا اسمح لي، ليس دعاة دين، هؤلاء دكاكين وكهنة عملاء سلاطين. الكاتب يعني البريطاني جورج أورويل بيتكلم عن أنظمة الاستبداد في روايته 1948، يقول دائما أن الأنظمة تحتاج دائما لعدو، لمعارك، دائما خلق عدو بديل لحرف الأنظار عن المشاكل على المشاكل الداخلية الداخلية، وهذا يبدو ينطبق على تسخير كل ذلك، تسخير كل ذلك لهدف سياسي، لأن الأمة تحتشد حول الزعيم أو ابن الزعيم. طيب، ينضم إلينا الآن الأستاذ عبد الناصر زيدان، وهو ناقد رياضي مصري كان موجودا ضمن البعثة الإعلامية في الخرطوم. أهلا بك يا أستاذ عبد الناصر. أهلا بحضرتك وكل ضيوف البرنامج. أنا عايزك تقول لي إيه اللي حصل امبارح في الخرطوم، يعني قبل وبعد المباراة. خليني الأول بس اسمح لي إن أنا أقول لك: لعن الله كرة القدم التي أوصلت الأشقاء والأصدقاء إلى أن يكونوا في هذا المظهر المخزي المحزن المزدري المؤسف أمام العالم كله. فبأي شكل يلتقي العرب والذين اختلفوا حتى على مباراة كرة القدم؟ أنا أمام حالة يبكي لها كل الأجيال، ويا ليت كرة القدم التي جمعتنا من أجل المنافسة لم تكن، ويا ليت كأس العالم يذهب إلى غير عودة حتى لا نرى مثل هذه الأمثلة التي لا تمد إلى الإسلام ولا إلى العروبة ولا إلى الصداقة. طب بس عشان الوقت يا أستاذ عبد الناصر، معلش أرجوك وصف لي الأحداث اللي أنت كنت شاهد عيان عليها. الأحداث اللي أنا كنت شاهد عيان عليها إن الإخوة الجزائريين، حتى لا أكون مبالغ، حولوا الأمور إلى شيء من الكراهية الغير مفهومة. منتخب حقق فوزا ثمينا وصعد إلى مونديال كأس العالم. في الدقيقة الأخيرة بدأ المصريون في استاد المريخ بأم درمان يصفق للمنتخب الجزائري. كم كنت سعيدا وكنت أظن أنها بداية لمرحلة جديدة ونهاية لمرحلة مؤسفة، ولكن للأسف الشديد في الشارع حدث الآتي عكس ذلك تماما. السلطات السودانية صرحت أن الفريق